احيانا اتساءل ليش الناس اللي انضربوا من اهلهم يحسبون الضرب شيء كويس، اللي يحسن انهم يمشون بمنطق انا انضربت وانا طلعت كويس ما فيني شيء، لكن اللي ما يدرونه انه اغلب الناس اللي يقولون هالكلمه فعليا مو كويسين. ليش؟ خليني اشرح اكثر. الحين لو ولدك بالمستقبل سوى شيء غلط وش راح تسوي؟ تكلمه، تحذره، توجهه؟ طيب لو ما نفع كل شيء بتتوجه للضرب صح؟ اوكي خلونا نكون جدا عقلانيين ونقول انه ضرب في مناطق غير حساسه وايضا ضرب غير مبرح. بعدين لو ما سمع الكلام هل راح تزيد من حده الضرب؟ ولو نجح هذا الشيء هل راح ترجع تضربه كل مره يغلط فيها؟ انت هنا وش جالس تثبت في عقله؟ اغلط يساوي تنضرب. تعرف ايش راح يسوي بالمستقبل يوم يغلط؟ ما راح يجي عندك لانه بيكون خايف ينضرب منك. وبالمستقبل يوم يكون الموضوع خطير وضروري ما راح يجي راكض لك للامان والنصيحه لانه تعود انك انت راح تضربه، راح يهرب ويفضل يجلس لحاله. وهذا اللي يخلي الواحد يوقع في الاخطاء دون ما احد يدري عنه ويكمل فيها وتصير مصايب الدنيا. انتبهوا بطريقتكم بالتعامل مع الصغار لانهم شباب المستقبل، وتذكر كثرة انتشار الشيء ما يعني انه صح.